اخترت هذه الفترة رغم عدم معاصرتي لها، إلا أني سمعت الكثير عنها في صغري من جدي الحاج أحمد بن حسن إبراهيم رحمه الله ومن آخرين. وهذه الفترة غنية بأحداثها وواقعها، وامتدت من سنة 1939 إلى سنة 1945، ولها ميزة أنها أظهرت معادن الناس في حسن التدبير والقوة والصبر والصلابة والإلمام بأحداث الحرب، وضرب الحكام والحكومة والمواطنين والمقيمون في البحرين خلالها أروع الأمثال في التلاحم والتآلف. رغم صعوبة العيش في ذلك الوقت، لكن الحكومة والمواطنين والحكام كانوا مترابطين، والكل كان في تلاحم وتلاعب. رغم صعوبة ذكر جميع هذه الأحداث في هذه المحاضرة، إلا أني سأذكر بعضها باختصار. اختلفت الآراء عن الأوضاع الاجتماعية والتجارية والسياسية والصحية في البحرين ودول المنطقة قبل بداية الحرب العالمية الثانية، فكان هناك في وجهتين نظر. فمنهم قال إنها كانت جيدة لأن العالم تجاوز سنوات الكساد العالمي وكساد تجارة اللؤلؤ الطبيعي عند ظهور اللؤلؤ الصناعي، وكان اعتماد المنطقة في ذلك الوقت على تجارة اللؤلؤ والخيل وبعض المنسوجات والقلات الزراعية والأسماك. أدى تحسن الاقتصاد العالمي إلى زيادة الأنشطة التجارية ومداخيل الحكومات والأفراد في المنطقة، وتوفرت سلع وكماليات مختلفة، وظهرت الأنظمة والقوانين، وتطورت الدوائر الحكومية، وتعود الناس على الحياة العصرية خاصة في البحرين التي اكتشف النفط فيها في سنة 1932. هذه يعتبر أول بئر، والحمد لله ما زالت بابكو يعني محافظة عليه، واتخذتها شركة إمبيريال إيرويز محطة لتوقف رحلات طائراتها من إنجلترا إلى مستعمراتها في الشرق الأقصى. هاي تعتبر أول طيارة اللي هي طيارة مدنية 1932، لكن سبق طبعاً وصول الطائرة في البحرين في 1918، وفي 1923، وفي 1925، إنما هاي تعتبر أول طيارة يات حق تنقل الركاب. واتخذتها العديد من الشركات الأجنبية مقراً لها. لكن يوجد قول آخر أن قبل الحرب يوجد كساد لأن موسم القيص لم يكن موفقاً، وواجه تجار اللؤلؤ صعوبة في بيعه أو تصريفه، كما حدث جفاف وقحط لعدم هطول الأمطار، فأدى إلى نقص في المواشي والزراعة وحدوث قلاقل سياسية في المنطقة ضد النفوذ البريطاني في سنة 1938 و 1939. رغم تلك الأحداث، فإن دول المنطقة في بداية الحرب لم تعاني تأثيراتها، لكن انتصارات ألمانيا النازية في البداية واحتلال باريس، هاي الصورتين تراوي القوات الألمانية لما احتلت باريس، ونزول قواتها في ليبيا وتقدم القائد رومل طبعا يعتبر من أحد القواد العسكريين الألمان المشهورين، ووصول قواته إلى العلمين التي تبعد 110 كيلومتر عن مدينة الإسكندرية، فيعني كانت واصلة إلى الإسكندرية، فكان في خوف في المنطقة. طبعا الحرب أدت أن أغلب الدول توقف التصدير بضائعها، وتعرضت السفن إلى هجمات من الدول المتحاربة. في كثير من السفن مدنية تعرضت إلى القصف بسبب الحرب. طبعا هذه أدى إلى شح البضائع وخوف في المنطقة. في نفس الوقت انتشرت أمراض معدية مثل مرض الجدري، مثل الملاريا والكوليرا. إني حين إلى الفترة اللي هي في الحرب، ميزة ذي الفترة أن أعطت اسم خاص إذا ذي الفترة. المعروف أن الشعوب اعتمدت على تثبيت سنوات الميلاد والمناسبات والأحداث التاريخية التي مرت عليها بأحداث مميزة يسهل تذكرها. يعني معروف أن الأشخاص ومنهم طبعا العرب أن نحب نأرخ الشيء بشيء حدث في ذاك الوقت.
فطبعا انت هم بيسوون باحداث مميزه يسهل تذكرها، خاصه ان اغلب حكومات المنطقه خلال الحرب. هني في شيء لازم نوضح لها، كثير من الناس يعتقدون ان البطاقه فقط كانت موجوده في البحرين، وهذه طبعا غير صحيح، هي موجوده في دول المنطقه. وانا اعتقادي في كان اعتقاد انه هو تشارلز بلغريف هو اللي سواها، هاي غير صحيح. في اعتقاد ان هي الحكومه البريطانيه طلبت، لان باقي دول المنطقه سووه في نفس الوقت، حتى في انجلترا موجود هذا الشيء. ولان اغلب حكومات المنطقه خلال الحرب اعتمدت على بطاقه التموين لتمكين المواطنين والمقيمين من شراء كميات محدده من المواد التموينيه. هني في شرط، في شيء وايد مهم انا احب الحضور انه يركزون عليها. ميزه البحرين ان هي ما تميز بين مواطن وبين مقيم، وما ميزت بين حاكم وبين مواطن او اي شيء، الكل صار عنده بطاقه تموين، وهذه يدل على يعني مثل ما نقول ان تحضر الشعب البحريني وحكومته. هاي البطاقه سمحت الى الاشخاص ان يشترون مواد تموينيه، لان بسبب الحرب في اشخاص طبعا حكروا البضائع ورفعوا الاسعار، وفي اشخاص ما كانوا يقدرون يشترون. انما في شيء لازم نوضحه، ان المواد التموينيه ما كانت مثلا مجانا، الناس يعتقدون ان البطاقه تعطيك مجانا، لا غير صحيح، هي تباع لك بسعر مدعوم من الدوله. فبهاي السبب أرخى أغلب الناس تلك السنوات باسم سنة البطاقة أو سنة الكارت. هاي أحد الأخوان الله يجزيه خير عطاني ذي النسخة، والصراحة أنا أعرضها لكم. هاي الدل البطاقة اللي الواحد كان لازم يحملها في ذاك الوقت، طبعا مكتوب فيها عدد الأسرة، الكمية اللي تعطى حق البالغين غير الكمية اللي تعطى حق الأطفال. وفي طبعا أسامي ثانية، مثل في بعض الدول سموها السنة الفاضة بمعنى الداهية، كل واحد يقول لك أوه رحنا في داهية. وسنة اليريش، اليريش اللي هو طبعا الجريش، اللي هو الجريش احنا نسميه اليريش. وفي دول ثانية سموها سنة القحط والجوع والعسر، وفي منطقة سموها الزغنبوط، وفي قلة الأكل والجوع. ولذلك أصبحت البطاقة، صارت البطاقة اسم حق بعض الأشخاص أو لغب حق الأشخاص اللي تعاملوا في البطاقة. لكن في شيء لازم نذكره، في بعض المدونات تذكر أن صار جوع وناس ماتوا. أنا على كل دراساتي وتطلعي على أشياء وسألت أشخاص عاصروا ذيك الفترة، قالوا كانت سنة صعبة صحيح، لكن ان الناس ماتوا من الجوع هي غير صحيح، ماتوا من الامراض نعم، انما كان في قله اكل نعم، لكن ان الشخص يموت من الجوع هذه غير صحيح، خاصه يعني احنا في دوله اسلاميه. طبعا موجود الزكاه، موجود ان الواحد يطلع ماله وهالاشياء، وفي اشخاص يعني كانت بيوتهم مفتوحه، مو بس مثلا في العاصمه منطقه المنامه، في المنامه المحرق الرفاع، في القرى في المدن، في اشخاص الله اعطاهم اهتموا بهالاشياء ان صاروا يساعدون الاشخاص. وصار الصراحه هي فتره ان جمعت الناس مع بعض. كانت هناك كثير من المجاعات والاوبئه في المنطقه في السابق، الناس يعتقدون فقط ان هي في خلال الحرب العالمية الثانية صارت يعني مثل ما يقول مجاعة، وهي غير صحيح، كانت في مجاعات أكثر. كانت في مجاعة اسمها مجاعة الهيلك خلال السنوات من 1868 إلى 1871، هاي كانت أصعب يعني مجاعة. فلهذا السبب الناس تقدرون تقولون أن من أبهاتهم وأجدادهم مروا على الحياة، وطبعا الواحد لازم يفتخر في أبائه وأجداده وأمهاته وجداته اللي عاصروا في وقت الحرب العالمية الثانية أو الوقت اللي قبلها. لكن الشيء الزين، تعامل الناس مع المحن سواء السابقة أو خلال الحرب العالمية الثانية بكل إيمان وصبر، وتضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى لرفع البلاء عنهم. طبعا إحنا كمسلمين دائما نردد الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة
قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. في الواقع إحنا لازم يعني نشكر الصراحة حكامنا، لأن في الواقع وهي من غير مجاملة يعود الفضل في تجاوز المحنة الخطيرة في البحرين بعد الله سبحانه وتعالى إلى المغفور لهم بإذن الله صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى بن علي الخليفة حاكم البحرين في ذلك الوقت، وصاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد الخليفة. خلال الفترة الحرب العالمية الثانية حكم البحرين طبعا شخصين، الشيخ حمد الله يرحمه، عقب ما توفى الشيخ سلمان صار الحاكم، وكان مستشار حكومة البحرين تشارلز بلغريف عليه لا إيجابيات وسلبيات، لكن الواقع أن لازم التاريخ ينصفه أن كان له دور مهم خلال الأزمة. وفي نفس الوقت مع ذلك السلطات البريطانية وفرت بعض البضائع والمواد التموينية بعد إخضاعها لنظام التغنين وتوزيعها بالبطاقات. وهاي الكلام يثبت أن بريطانيا هي اللي أصرت على البطاقة، مو بتشارلز بلغريف مثل يعني أنا أسمع من الناس أو يرددون هالشيء. ساهم بعض التجار، مسامح خلي أحط لكم الصور، طبعا صورة صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى. طبعا على فكرة صاحب السمو الشيخ حمد ترى في كثير من مراسلات في ذلك الوقت مراسلاته لغبة ملك، مو بس شيخ، في يعني مراسلات تثبت أنه يلقب باسم ملك. الشيخ سلمان لقبه كان صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد الخليفة، وطبعا تشارلز بلغريف. ساهم بعض التجار بما يملكون من مال ومواد تموينية في تقديمها إلى المحتاجين، لكن في نفس الوقت مثل ما في التجار كانوا عندهم نخوة وحسوا بالمسؤولية، كان في تجار ثانيين استفادوا من المحنة لأن احتكروا البضائع وأثروا منها وسموهم أغنياء الحرب. هاي طبعا موجودة في كل دول، ورايحين تتعجبون، أنا ما بأذكر أسامي، إنما تتعجبون بعض العائلات كانوا يوم الخميس والجمعة يطبخون غدا، وكل شخصية ما كان في تفكير شيء اسمه ان هذه طائفي او هاي من المنطقه الفلانيه او هاي غني او فقير او مواطن او غير مواطن، كل شخصيه يغرف ويمشي يعني بطريقه يدل على التكاتف بين شعب البحرين. اشتملت البطاقه على مواد تموينيه مثل ما معروف احنا نسميه عيش، هو طبعا الرز